دابا بركه الناس صافي خصهم يجيو خصهم يشجعوا. تقدر دي بطوله واحده بلا جمهور ودوخ الناس شويه بشويه بالحق ان مومون دوني باش دي كوب دافريك ولا ما عندك جمهور نقول لك دابا ما ديهاش. هي خصنا نعمرو استاد بحال خصهم يعرفوا يشجعوا. تعرف تشجع ماشي بحال تعمر استاد. انا بغيت نسمع مره غير ديك السير مره غير ديك السير بغيت نسمعها كتعجبني. ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري كتعاون اللاعب. وفي الفاتح خصنا مره نسمعوا غير ديك السير باش اما العروي ولا لا جاكيتي يتحرك شويه. دونك ولا باغي نسمعوني الجمهور الفاتح غير واحد الوقت غير يديروا السير باش نفرح. حق ماشي سير بحالك من لا كومبيتيسيون. علاش منوض الصداع في الاعلام؟ لا 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 بالعكس يمكن الدارجه ديالي اللي ماشي مزيانه. انا ملي جيت المغرب قالوا لي خص احسن تهضر بالدارجه. دوك انا هضر بالدارجه الدارجه ديالي هي هذه. مره ما كيفهموش. ملي كنقول غنعذب الفرقه حتى الدقيقه الاخيره غير بغيت نقول لي زومبيتي لو بوزي دي بروبليم. عندي ان تري غران ريسبي بالنسبه للوداد الرجاء اي فرقه في المغرب كنعرف ليستوار ديالهم كنعرف الجمهور ديالهم كبير وانا كندافع على الفرقه ديالي ديما. يمكن شي نهار ما تعرفش الكره نقدر نكون في الوداد ولا في الرجاء. واش بغيتي في يوم من الايام تدرب الفرق التقليديه ديال الكره المغربيه الرجاء والوداد؟ شوف ما ديرليش ديك الدريب. انا كنقول لك اللي كاين. تقدر شي نهار تكون في الوداد ولا في الرجاء ولا في ليفا اي فرقه اللي غنكون. ونقدر نكون في البرسا ولا في الريال. ما تعرفش الكره خصك تدابز على لي غيف ديالك. هاك اي فرقه اللي غنكون غندافع عليها وغندابز عليها وغنبروتيجي لي جوار ديالي. هذه اللي مهمه والجمهور ما خصوش يتقلق مني. اللي مهم هي لا ميور ايكيب اللي خصها تربح. الكره كامله في بروميير ميتون ديالي رماركيت شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوين. انا باغي انا نقصر انا مع انا البرسا انا باش نقصر. انا ربحت 1-0 سادات سدات ربحت وكنت مزيان عليهم. انا بالنسبه لي يمكن بالنسبه لك لا يا بالحق بالحق ولا مشينا لا بالحق ولا مشينا هيدا مره خسرنا كنا مزيانين. وما قلتيش انت كنتم مزيانين صيدوكم اليوم هيدا وما كانش ماشي شغلي باسكو انا لا اسمعني خليني نسالي باسكو العام اللي فات لا خليني نسالي وخليني نسالي خليني نسالي اش بغيتي نلعبو. شوف خليني ساكت باش ما نوض الصداع باسكو كنشوف دابا بزاف الناس كيبكيو على هادشي. كان فيها شويه فهمات في الهضره دونك غنبقى ساكت. لا بروغراماسيون هي هذا حنا قبلناها اي واحد يقبلها هادشي نقدر نقولها. دابا انت هضرتي على الرجاء الوداد دابا غنتكلم على الرجاء الوداد. من بعد الناس غيقولوا بدا كونكور كيهضر على الرجاء الوداد فهمتي. دابا ماشي انا اللي كنجبد الرجاء الوداد. ديما ملي كنكون جالس مع الصحفيين كيهضروا على الرجاء الوداد كنجاوبهم. اللي كنجاوب دابا غنجاوبك. دابا كتقولي الرجاء الوداد. دابا خصنا نهضروا الصراحه ما عادش نكذبوا على الناس. والرجاء الوداد الفوسيه الرجاء ولا الوداد؟ انت جاوبني. طريق الاتحاد فتح الرباطي في مجموعه ديال الاشياء احسن من فريق الرجاء حاليا. يلا في لي تيتر شحال عندهم من الوداد ديال لي تيتر؟ لا احنا كنقول الاجواء يعني الاجواء اللي ممكن انها شنو هي اجواء؟ شنو هي اجواء؟ الجمهور ديال الوداد والرجاء هو ديال الفوس؟ لا ما انا ما كناش نكذب. شوف كان الرئيس قدامي ما بغيتش نكذب. الرجاء لعبت الشامبيونز ليغ دارت 30,000 ولا 40,000 سبيكتاتور. دونك حنا ما كنقولوش ما غاديش نوصلوا للرجاء الوداد. هذه خصك تفهم. حق اليوم انا ما قلتش نقول لك حنا بحال الرجاء ولا الوداد. سنو كنكذب عليك كنكذب على الجمهور ديالنا. حنا ماشي الرجاء ولا الوداد. بغينا نوصلوا للرجاء الوداد حق لو بروجي ديالنا. انا كنهضر الكره ما نقدرش. انا شوف انا تزيدت في الكره كنحمق على الكره شي باسيوني بالحق. حنا في المغرب خصنا نعرفوا شكون اللي عنده تجربه شكون اللي ما عندوش. ان شاء الله مع الوقت وتقدر تكون 10 سنين 20 سنه شنو غير تجبر لو فوس ان شاء الله دي 2-3 تشامبيونز ليغ. حق ماشي على غدا تقول غنديو تشامبيونز ليغ وغنربحوا الرجاء الوداد باش نضحكوا ويخرجوا. ديجا دابا كنضربوا الرجاء الوداد ديجا. دابا كيخافوا منا. دابا ملي كنلعبوا معاهم كيقولوا واش غيجيو يربحونا. وبشويه بشويه شي نهار هدينا البطوله الوداد شي نهار غنديو الرجاء وشي نهار غتجبر عندك 5 البطوله. ومن بعد غتقول هي الفوس رجعت بحال الرجاء الوداد. بحال اليوم الرجاء الوداد ما نكذبش على الناس وما نكذبش على الجمهور. الرجاء الوداد كتبقى الرجاء الوداد. ما تنتلفش شي ولد مسامحه مور الماتش شفتو مع الادرينالين غوت يمكن قدام لو بون ديال الرجاء بحال خوتي ابو شعب خويا اللعابه كنعرفهم يسمحوا لينا. مره عندك ديك الادرينالين ولا ستريس بحال فرقه كبيره كنحترموها. بغيت نقول لهم برافو وسورتو برافو الدراري ديالنا. احنا غادي الدومي فينال هادشي اللي كان كيهمنا ولا ما ديتيهاش بحال ما درتي والو. دونك دابا غنرتاحوا كان العيد الحمد لله. اون فاغيستي امبل اون فاغيسبكتي تو الموند. والمسامحه اللي كيشوفونا حنا غير كنقاتلوا. حنا وني دي كومبيتيتور بغينا غنربحوا اي ماتش. بعد ملي كيسالي الماتش كنحترموا اي واحد. انا تيق في هذا الكلوب باسكو هو اللي دار الثقه فيا. عمري ما غاديش ننسى ملي جيت كاين دي جون اللي كتبوا لي ديريجون ديالي باش يقولوا كيفاش جبتوا برهوج باش يتعلم فينا. سي لا فيغيتي. دونك غير على هاد الثقه اللي داروا فيا عمري ما غادي نمشي من الفوس بحال اللي قلت. اما الناس غيقولي اوقف. ملي انا باقي لي عام
والناس قالوا لي بغينا تبقى معنا وتخدم انا معاهم، ولا كانوا قالوا لي وليد باقي لك عام حسن تمشي في حالك وبغينا نبدلو وطول، كنت غنمشي وغنقول لهم شكرا. نقول لك الصراحه غنقول بانون يتكونسونطرا مع ليكيب ناسيونال والفرقه ديالو، باش هو كيتكونسونطرا غير على وليد ركراكي ما غاديش يمشي بعيد، باسكو الا باغي يلعب في انجلترا ملي غيلعب ضد مورينيو ولا ضد كونتي ولا شي هادشي واحد ما غاديش يقدر يلعب. الحق باقي صغير نقول له الصراحه، الا ان بال افنيير نقدر نشجعو حق مزيان، ولا بداو كيلعبوا ضد المدرب مزيان عجبني غنسرد له شي مايو ديالي اللي كنت في ليكيب ناسيونال. اليوم عينوا على ثلاث نقاط وتصدر الان ترتيب البطوله الوطنيه. روح رياضيه عاليه جدا. وليد ركراكي كذلك كان من المهنئين للفريق الاخضر، واعتقد بانه اقول لكم ديروا النيه، ديروا النيه معنا. المغرب كيبقى بلادي، لا سي بو موا سي مون بيي، جي دو بون سوفنير ايسي، دوزت معاهم لوبورتونيتي دو جو مع ليكيب ناسيونال تاعي عاونتني بزاف، هما اللي حطوا لي لوبورتونيتي نلعب دي كومبيتيسيون انترناسيونال. والمغرب حتى في لا كارير ديالي اما دو جوور اما دونترينور دابا هي اللي كتحط لي كلشي، بالنسبه لي اللي حطت لي اكثر من اللي انا اللي حطيت لها، واخا ديما كنت كنقاتل في ليكيب ناسيونال جي بون encore rendu tout ce que je devais à mon pays. Hakana Dima, j'étais très intéressé par le travail d'entraîneur. Dima kon kan chouf les entraîneurs dialek kifash kanou kikhdmo, la mentalité dialhom, et ça m'a toujours intéressé. Ou kan andi deja fbali moura la karen nkon entraîneur. Donc j'ai préparé mon après carrière au Kaft bach nbda les diplômes dialy f la région parisienne pour gagner du temps. C'est pour ça que j'ai été plus précoce que certains parce que j'ai anticipé. Allez, vous êtes une grande équipe, vous êtes une grande équipe, Tiago Fiadre. Vous êtes une grande équipe. Vous êtes une très grande équipe. Vous l'avez montré, avec elle, Tétoile, Zamalé, c'est des gens qui jouent à Champions League. Vous avez montré que vous avez le niveau Champions League. On termine ça aujourd'hui, hein. On montre, on bien préparé le match après. Hein. Et on montre que c'est nous les rois ici à Rabat. Hein. C'est vous, vous méritez ça, vous méritez. Mais quel chien est-ce qu'il y a des barrières ça. Hakli, il y a des choses qui sont très bien. Tétoile, Hal Berkel. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. D'accord. C'est ça qu'on veut à chaque fois. وثقوا فيا ولا تلعبوا هيدا ديما دراري غنربحوا لي ماتش ديما مجموعي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دونك انا يوسف فاكلا جاريسي اس سعدان شاكو كوني بيا كازا شاك فوا دراري اون اي دي فوت دو كونسونتراسيون اون اي دي مومون اون ا مونتي كون ايتي ليكيب جون با ريغري سا سي امبورطون اون في لي سيفوا ابري كلاسيفيكاسيون. Attention à ne vous fassiez pas l'erreur. C'est là qu'on dit. C'est à un moment donné, c'est dur, on fait. Et il y a pire dans la vie que de jouer un match devant 50 000 spectateurs sur une boîte de pelouse, Marvel Kevin Kéchoukoko, pour parcourir. Si vous ne pourrez pas la grêler, moi, je peux rien pour vous. Donc on prend du plaisir aujourd'hui. On donne tous ensemble. On va chercher la victoire. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Dirouni Yamana.